طيب، بسم الله. وئام، الصوت تمام مسموع؟ بتخيل انه انا سامعك. طيب، السلام عليكم، أهلا وسهلا بالجميع. هاي هي الندوة الرابعة من سلسلة طوفان الأقصى، ندوة بعنوان ماذا عن الداخل، مع الباحث وئام بلعوم. وئام درس علوم سياسية وقانون، وتركز مجال بحثه في العنف والجريمة لدى الشباب في الداخل المحتل. احنا بسؤال ماذا عن الداخل. اليوم احنا مر شهرين من الحرب على غزة، وهذا السؤال كان متواجد في البدايات، من الأسابيع الأولى كان ينسأل لماذا لم ينتفض الداخل. وبعد مرور شهرين السؤال صار أكثر إلحاحا، ولا جغرافيا تقريبا انتفضت بما يليق بغزة، لكنها كانت أكثر وضوحا مع الداخل وسياق الداخل، تحديدا إنه الناس بتتساءل طيب، ما هي الداخل سبق وانتفض قبل سنتين في سيف القدس، فلماذا الآن الداخل يمر في صمت مطبق إذا صح التعبير؟ هذا السؤال وأسئلة أخرى وئام يعني راح يجاوب لنا عليها. إحنا إن شاء الله المداخلة راح تكون نصف ساعة، ومن ثم بنفتح مجال الأسئلة. وئام، إذا نبلش من الجزئية هاي الأخيرة تاعت المقارنة بين سيف القدس وطوفان الأقصى ودور الداخل فيها، تفضل يا وئام. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الصراحة يعني موضوع صعب إنه الواحد يبلش يحكي عن أسباب عدم تحرك الداخل أو عدم تحرك أي جهة معينة فلسطينية، كانت عربية أو إسلامية. بظل فعلا حجم الدمار وحجم القصف وحجم المجازر اللي بيرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وإحنا نحكي يعني ممكن يكون في شهداء بيستشهدوا، ناس بتستشهد وتقتل وترتقي. فموضوع صعب إنه الواحد يحكي على الموضوع، على قضية من هالنوع، وعلى السكوت عنها عمليا. لكن مهم، وهي يمكن يعني كمان يعني للناس اللي ممكن تلوم الداخل، يعني اللي ممكن يكون معهم حق. ممكن مهم انه نقول انه احنا مش قاعدين هنا بنلاقي تبريرات لهذا الموضوع. يعني احنا مش قاعدين بنحاول نلاقي تبريرات ليش الداخل ما دخلش، او ليش الداخل ما انتفضش، او ليش الداخل ما طلعش بمظاهرات وما قالش كلمته، وانما بنحاول نفهم شو اللي فركت هاي المره. لانه زي ما كلنا بنعرف، وزي ما تفضلت مثنى، انه بحرب سيف معركه سيف القدس ب 2021، عمليا الداخل كان مش بس كان جزء من الشيء اللي صار، وانما كان ببدايته. يعني عمليا سيف القدس بلشت بالقدس، وبلشت بالشيخ جراح بالمسجد الاقصى، وبعدين انتقلت على الداخل. الداخل اشترك بكم كبير من المظاهرات، كم تقريبا، ما فيش بلد الا واشتركت اللي احنا سميناها بالداخل هبه الكرامه. السوشيال ميديا كان جدا فعال، الالتحام بين الفلسطينيين من الداخل والضفه والقدس بالمسجد الاقصى، وكلنا شفنا المشهد البديع تبعي ليله القدر، لما اهل الداخل تم توقيف بساطهم بنص الشارع بمشارف القدس، وكيف نزلوا من البساط وكملوا مشي. كانوا ناويين يمشوا عشرات الكيلومترات عمليا عشان يقدروا يوصلوا للمسجد الاقصى، وكيف اجوا شباب القدس حملوهم وطلعوا على واحيوا ليله القدر. فكانت فعلا مشاهد كبيره، وهي المشاهد كانت موجوده باكثر من 50 نقطه. يمكن تقريبا ما في بلد الا وكانت جزء من هاي الهبه. بالإضافة لهيك، كان في عندنا أعنف المشاهد يمكن اللي كانت موجودة بهذيك الفترة، كانت موجودة بالبلدات المختلطة. البلدات المختلطة اللي بعرفها هي بلدات عمليا 10% من سكان الداخل بسكنوا ببلدات موجودين فيها فلسطينيين ويهود. أحيانا بيكونوا بنفس الحارة، مرات بنفس الشارع، ومرات بنفس البناية. نحكي عن بلاد زي عكا ويافا وحيفا واللد. وبالإضافة لهيك، غير ال 10%، 90% الباقيين بعيشوا بثلاث مناطق: الشمال
اللي هي منطقة الجليل، بالمركز اللي هي المنطقة المحاذية للضفة بعيش فيها اللي هي منطقة المثلث، والجنوب اللي هي منطقة النقب بعيش عمليا. هاي الثلاث مناطق مع بعض بتشكل 90% من الفلسطينيين بالداخل، اللي مع بعض كلهم بيشكلوا مليون و700 ألف، مليون و700 ألف مواطن. بما انك كنت انت في هذا في الصوره التوضيحيه هاي للسياق الداخل، لو تحكي لنا بشكل سريع عن قديش فعلا الحياه فيها يعني مشتركه في التعليم وفي العمل، اللي هو ممكن لاحقا تعرج على هاي النقاط. الحياة جدا مشتركة. احنا بالداخل ما عندناش مستشفيات، ما فيش ولا بلد عربية فيها مستشفيات غير بالناصرة، في مستشفيات اللي هي موجودة من قبل الاحتلال، من قبل النكبة، من قبل ال48. ما عندناش مناطق صناعية، عمليا في ارتباط كامل بالاقتصاد، وهذا ارتباط مقصود. ما عندناش كمان جامعات، فالارتباط هذا مقصود. ليش مقصود؟ عشان انت تكون كل الوقت متعلق اقتصاديا بالاسرائيلي، وهذا احنا نيجي لهي النقطة، لكن نيجي لهي النقطة في ارتباط بمسائل التعليم والعمل بشكل بشكل تام. بشكل تام بلدات الداخل 90% منها، كيف حكيت لك، لا انت عايش ببلد عربيه فلسطينيه زيها زي اي بلد بالضفه او بغزه او بالعالم العربي. لكن موضوع العمل، وعلى فكرة يمكن واحدة من أهم الفروقات، إنه غالبية الداخل بيعيش ببلدات صغيرة. أكبر بلد هي الناصرة اللي فيها 80 ل 90 ألف. معظم البلدات يعني التعداد السكاني تبعيها أقل من 40 و50 و30 ألف. تحكي عن القرى اللي كبرت فبطلت ولا صارت مدينة ولا ظلت قرية. طيب عودة للسؤال الأساسي، يعني أنت وصفت مشهد الداخل بسيف القدس، مع كل هذا المشهد اللي تصدره الداخل في 2021، ليش إجينا على 2023 ما رأينا حتى أبسط مسائل التضامن أو الاحتجاج وخلافه؟ حلو، المسألة الأولى اللي قبل ما ندخل لصلب التحليل، مهم نعرف طبيعة الحربين. الحرب الأولى اللي هي حرب 2021 عمليا بلشت كتضامن مدني، حتى نقول مع قضية الشيخ جراح، مع الاقتحامات اللي صارت بالمسجد الأقصى. طابع الموضوع كان مختلف من ناحية طبيعة الحرب. الحرب هون بلشت من اليوم، وبعدين غزة دخلت بالأيام اللاحقة لها. وبعد ما دخلت غزة يعني عسكريا، كمان الجانب المدني او هات نقول الجانب الشعبي تراجع كمان بالقدس وكمان بالداخل. هاي المرة بلشت الحرب من الاساس، بلشت بطابع، طبعا طابع عسكري. فهي كان فرق اساسي. ولكن لو جينا ندخل لصلب الموضوع ونحاول نفهم شو الفروق اللي خلت الناس تطلع بهاي الحالة وما تطلعش بهاي الحالة، نقدر نطلع على الموضوع بشكلين، شكل يعني بجانبين. الجانب الأول شو كانت السياسات الإسرائيلية، والجانب الثاني شو ردة فعلنا على هاي السياسات. طيب إذا بنيجي بنطلع على السياسات الإسرائيلية، بنحكي إحنا عن ثلاث ملاحظات أساسية اللي كانت موجودة بهاي الحرب، بالحرب الحالية، وما كانت موجودة بال2021. الملاحظة الأولى هي إنه عمليا الاحتلال الإسرائيلي قام بردة فعل سريعة على الأحداث اللي صارت بهذه الحرب. بمعنى أن الاحتلال أجرى مجموعة من اللي احنا كنا نسمعها خلال السنتين الثلاثة الأخيرة، أنه كل الوقت فيه تقييم لشو صار ب 2021. فواحد من الأشياء التقييمات الأساسية كانت أهمية أنه يكون في ردة فعل سريعة، وأنه يكون في ردة فعل اللي هي قوية، اللي ما تعطي أصلاً إمكانية أنه يتطور أي شيء. عشان هيك شفنا طوالي من بداية الحرب، من اليوم الأول شفنا اعتقالات لناس اللي كتبت على السوشيال ميديا، وشفنا اعتقالات لناس اللي شاركت بمظاهرة رفع شعارات. يعني أمور اللي بشكل عام ما يعني هي مسموحة أصلاً بالقانون الإسرائيلي ولا يلتفتوا لإلها، ولكن الاستنتاج تبعيهم إنه لا، أنا بدي أرهبهم قبل ما يصير أي شيء. فهاي كانت واضح انه هاي كانت مخطط لها، مخطط لها لانه بتشوف كيف كمان المؤسسه القضائيه اشتغلت، المؤسسه الامنيه اشتغلت، الشرطه اشتغلت. يضاف له كيف تعاملوا مع الناس اللي انتفضت ب 2021. يعني انت عندك مئات لوائح الاتهام، مئات الادانات للناس اللي انتفضت ب 2021، عندك ناس
مثلا بعكا او بالنقب وصلت، يعني يعني احد الناس اللي اعتقلت باحداث 2021 من عكا بس قبل اسبوعين تم الحكم عليه ب 17 سنه سجن. فعمليا بنشوف كيف هاي انه أحكام، الشرطه وهي أحكام جديدة في سياق الداخل نوعا ما. نسبيا جديد، اه نسبيا جديد، يعني بتعلق كيف تقرا الموضوع، بس انه الزخم تبعي الزخم تبعي الموضوع اه كلياته جديد طبعا. اللي صار كيف التعامل مع لوائح الاتهام، واللي صار كيف التعامل وبالمحاكم والى اخره، جديد قطعا جديد، وما في له ما في له سابق. طيب شفنا كمان التصريحات تبعيه السياسيين، مفتش الشرطه اللي قال انا كل واحد بده يتضامن مع غزه بحطه على باص وببعثه على غزه. شفنا كيف قوات كبيره لما وقت تخيلوا واحد جايين يعتقلوه عشان حاطط لايك على بوست، تيجي مثلا قوه مثلا من 30 40 شرطي ويسكروا الشارع ويرموا قنابل صوت والى اخره، كانه جايين يعتقلوا قيادي مثلا بحماس ولا شيء. ففي عمليا ايش؟ في عمليه ارهاب وفي تفتيش على المشاعر، على المشاعر قبل اصلا ما تصير. يعني احنا بنحكي عن ناس اللي مثلا، وهي هاي النقطة الثانية اللي بتفرق عن المرات السابقة، انه عمليا تم استهداف ناس مش بس امنيا ولكن بنقطتين جدا حساسات عند الداخل اللي هن التعليم والعمل. هم ايش صار معهم؟ اجوا الاسرائيليين اجوا استنتجوا انه عمليا اللي نزلوا ب 2021 كانوا شباب، ما كانت الاحزاب. اللي نزلوا ب 2021 هم شباب غير محزبين غير مؤطرين ونزلوا بشكل عفوي. فكل الوقت في محاولة انه احنا بدنا نفكر كيف هاي الناس بدنا نردعها، لانه حزب بتطلع عن القانون، ولكن هاي الشباب كيف بدنا نردعها؟ راحوا على موضوع التعليم والعمل، هذول موضوعين جدا مهمات بالداخل، لانه العمل يعتبر هو البوابة للعالم، والتعليم عفوا يعتبر البوابة للعالم، والعلم والعمل طبعا واضح قديش مهم. ونقطة إضافية اللي زادت من أهمية هذا الموضوع، طبعا احنا هون بنحكي كيف حكيت في البدايه، احنا ما عندنا مستشفيات، فالكل بيشتغل بالمستشفيات الاسرائيليه، باماكن العمل الاسرائيليه، بالشركات الاسرائيليه، ما عندنا جامعات. الجامعات برضو لاول مره بنشوف انه كانت جاهزه واستنفرت استنفار رهيب. كيف للجان الطاعه او اللجان السلوكيه، ما يسمى اللجان السلوكيه، لاخراج الطلاب من الجامعات، الناس اللي كان ممكن تكتب على السوشيال ميديا. يضاف لهذا كله عامل إضافة لكل الأمور اللي ذكرناها، إنه عملياً لأول مرة بنشوف إنه المجتمع الإسرائيلي نفسه تجند لعقاب الداخل. قبل ما تنتقل بس على هاي النقطة مهمة، نرجع شوي لورا. مسألة التحريض، هذا الشعار اللي دائما يعني بيتم رفعه ومواجهة الناس فيه، ايش صار؟ يعني ايش الاستنتاج اللي طلعوا منه من سيف القدس لليوم، انه ايش اللي هو التحريض وايش لا؟ يعني كيف هذا المفهوم اشتغل من سياسات اعتقال والى اخره؟ لا هو الموضوع كان فضفاض، يعني بمعنى هم ايش اجوا عملوا؟ اجوا اخذوا 3 4 حالات اللي هي ممكن حدا حاطط لايك على بوست معين او صبيه منزل ايه قرانيه، وعملوا عليها كانه عملوا عليها تسليط ضوء، ولما اعتقلوهم صوروهم مع العلم الاسرائيلي وطلعت التصريحات اللي هي رفعوا السقف كثير. فعمليا شو هم عملوا؟ رفعوا الكلفه تبعيه التحرك، ان كان من خلال تظاهرات او ان كان من خلال السوشيال ميديا. فعمليا الناس شو الناس راح تفكر؟ اذا على لايك قاعدين باخذوا فلان وعلان، اذا على شغله هاي الصغيره قاعدين بيعملوا هالكب الكبيره. فانا يعني انا شو ممكن اسوي عشان، يعني انا اي شيء ممكن اسويه اصلا مش راح يفيد غزه، لانه هم طبعا هاي بالتفكير كيف ممكن الناس تفكر فيه، انه انا اصلا مش ممكن افيد غزه، بس بالمقابل ممكن يكون الثمن كثير كبير. هاي كانت نقطه اساسيه، وما كان في ضابط، لانه انت شو الشيء القانوني وشو الشيء اللي مش قانوني. احنا سمعنا كثير قصص مثل اللي انت هسه ذكرتها، اعتقال عشان لايك، عشان صورة شكشوكة، عشان آية، عشان كذا. قديش من هاي الأحداث حقيقي وقديش فيه مبالغات؟ يعني لابد هم اشتغلوا على تضخيم كمان بالفعل. 100% 100% هم ضخموا الامور بطريقه كثير كبيره، يعني ضخموا الامور بطريقه اللي احنا يعني غير مسبوقه الطريقه اللي ضخموا فيها الامور. للاسف انه كمان صار في نوع من
صار في نوع كمان من ردة الفعل اللي ضخمت الموضوع. يعني هذا راح نحكي عنه لقدام، كيف القيادات السياسية وكيف المؤسسات الفلسطينية بالداخل تعاملت مع الموضوع. يعني بدل ما يجي يقولوا للناس لا يا عمي احنا بدنا ننزل تظاهرة، حقنا ننزل نتظاهر، لا يا عمي احنا بدنا ننزل بوستات، وهاي البوست انا بطلب من الكل مثلا يطلع مثلا لجنة المتابعة في عندنا البوست الفلاني، بدور بكتب بوست اللي ما يبقى فيه مشكلة قانونية، بنزل هذا البوست بقول كلياتنا بنعمل له شير. لانه هم لو انت نزلت بوست اللي فيه 2000 واحد، 2000 واحد ناشره، مش راح يعتقلوا 2000 واحد، مش راح يعتقلوا 10000 واحد. لكن القياده السياسيه والمؤسسات للاسف تماهت مع الحاله اللي حاولت تفرضها الدوله. وهذا راح نحكي عنه لقدام، عن كيفيه التعامل، عن كيفيه تعاملنا. تمام. نقطه اخيره قبل ما ندخل على موضوع القياده السياسيه عندنا بالداخل، وعمليا المجتمع كيف اشترك، انه لاول مره بنشوف بالحروب استنفار المجتمع نفسه. يعني المجتمع اليهودي ها بتشوف انه في ناس، اول ما بلشت الحرب المجتمع اليهودي حس بخطر وجوده، وصدروا هذا الشيء صدروا هذا الشيء للناس، صدروا هذا الشيء لكل حدا بتعاملوا معه. فانت صرت تشوف انه في ناس يعني اللي كان قسم من اللي اعتقلوا او قسم من اللي تم التحريض عليهم، زملائهم بالعمل هم اللي وشوا عنهم. كل حدا عنده تجارة مع حدا فلسطيني راح دور على السوشيال ميديا تبعيته ووشى عنه. نفس الشيء الطلاب. ففي مجتمع استنفر لأول مرة بنشوف هذا الاستنفار بالطريقة اللي كانت موجودة. تفضل. يعني على مستوى سياسات دولة الاحتلال تصرفوا بثلاث نقاط: مسألة المؤسسة الأمنية والقضائية وكل موضوع التحريض والاعتقال والقمع من البداية والقمع سريعا قبل ما المشاعر تترجم ل حتى يعني تفكير بايش ممكن يكون في نوع من أنواع التضامن. والنقطة الثانية هي نقطة المجتمع الإسرائيلي، كيف المجتمع لأول مرة تم تحفيزه واشترك عمليا بالحرب. يعني معلش إذا في مظبوط. نقطة نسيتها ولا في الاساس مجتمع معسكر، هي يعني هي اسرائيل عباره عن معسكر، وهذا احنا شفناه بهاي الحرب. يعني اللي مش جندي احتياط هو بيساعد جندي الاحتياط، اللي مش جندي الاحتياط هو بيودي اكل لجندي الاحتياط، يعني هو مجتمع كلياته مجتمع عسكري. لكن بهاي الحرب ظهر التجند تبعيه بطريقه يعني بطريقه فجيه، وخلقوا عمليا حاله، وهي يعني بقتبسها من محلل اسرائيلي، انه حاله انه اليهود انجنوا، بالعبري هي يهودي مش تبعوه. يعني بمعنى احنا انجنينا وما حدا يسترجع يعمل شيء. لدرجه انه وعلى فكره موضوع انه كانوا من البدايه هم مبيتين ويتعاملوا انه الداخل ممكن يكون ازمه لهم، انه هم من البدايه اجوا حطوا 5 ساحات. اول ما بلشت الحرب المحللين الاسرائيليين كانوا يحكوا عن محللين عسكريين كمان، بس المحللين يعني الاساسيين كانوا يحكوا عن 5 ساحات. الساحه الاولى هي غزه، الساحه الاولى الثانيه الضفه، لبنان، ايران، والقدس والداخل. فعمليا كانوا متجهزين وهي ساحة للتعامل. بالنسبة لهم مهمة لأنها يعني بين ظهرانين. يعني أنتوا يعني بالضبط. يعني هم تعاملوا مع وحدة الساحات، أخذوا وحدة الساحات بشكل جدي، يمكن بجوز أكثر من الفلسطينيين، يعني أخذوها بشكل جدي، وعلى مدار يعني السنوات الأخيرة كانوا ماخذين هذا الموضوع ويتعاملوا معاه بشكل جدي. طيب على ضوء كل اللي حكيناه، طيب ما هو القمع شغلة بتصير بمحلات ثانية، والتهديد بالعمل بتصير بمحلات ثانية، حتى في ناس بأوروبا وبأمريكا والملاحقة لهم ماشي. وموضوع المجتمع، إنه المجتمع مستنفر، كمان المجتمع اليهودي أو هاتن كل المستوطنين اللي بالضفة برضه مستنفرين. طيب وإحنا كمان كفلسطينيين المفروض مش بس فلسطينيين بالداخل، مش بس مفعول به، إحنا كمان المفروض نكون فاعل. يعني أي إنسان المفروض أي نعم في جوانب بتأثر عليك، ومفروض انك انت فاعل، انت يعني بدك عندك
عندك المفروض انت بدك تقدم شيء يعني. المفروض وين التفاعل تبعيك، وين انت مجموع موجود كفلسطيني في الداخل. هون مهم انه نحكي انه فيش شيء اسمه الداخل هيك لحالها، وفيش شيء اسمه الضفه لحالها. لا، السؤال لما بنيجي بنحكي على الفعل السياسي هو سؤال الفاعلين، هو سؤال الناس اللي موجودة، سؤال الأحزاب، سؤال المؤسسات. فيش أي مكان بالداخل بيتحرك، أي مكان بالعالم بيتحرك لحاله. يعني لما نيجي نطلع على مصر، لما بدك تسأل مصر ليش متحركة، بدك تيجي تشوف إنه الناس اللي بقت تتحرك الشارع بمصر موجودة هسه بالسجن. لما عندك 50,000 سجين بمصر، حتى لو بدك تروح لحالات زي بريطانيا، ما هم كمان البريطان اللي بينزلوا على المظاهرات بيصحوش الصبح وبيقولوا بدنا نروح على المظاهرة، يلا تعالوا بدنا ننزل على المظاهرة. لا، عمليا بصير في هناك عملية اللي هم بيكون فيها أحزاب، بيكون في مؤسسات، بيكون في حركات اللي بتفعل هذا بتفعل فعل الشارع. طيب شو اللي صار احنا عندنا عمليا؟ وليش هذا الاشي ما صارش بالداخل؟ وبهذا المعنى يعني مهم نقول انه حرب هبة الكرامة وحرب سيف القدس 2021 كانت استثناء. يعني 2021 الناس نزلت لحالها، والاحزاب مش يعني عاده بكنا نقول الناس بتنزل الاحزاب تلحقها، هالمره الاحزاب ما لحقتهاش. الاحزاب بالداخل الفلسطيني بتعيش، والاحزاب والمؤسسات الفاعله بتعيش حاله مترديه، حاله سيئه جدا بالسنين الاخيره، حتى نقول بالعقد وبالعقدين الاخيرات، حاله يرثى لها. لدرجة إنه لما لجنة المتابعة، تخيل لجنة المتابعة مكونة من أكثر من 10 أحزاب، لجنة المتابعة اللي هي عمليا الجسم الأعلى اللي بيمثل الفلسطينيين بالداخل، مكونة من أكثر من 10 أحزاب، لما بيدعوا لمظاهرة قبل 17، أنا بأكد إن هذا الشيء قبل 7 أكتوبر، لما بيدعوا لمظاهرة مش بس الناس بتجيش عليها، حتى كوادر الأحزاب بتجيش عليها، بيجيش عليها الا قيادات الاحزاب. يعني اغلب تظاهرات لجنه المتابعه بيطلع فيها 10 15 واحد، 20 واحد، 30 واحد، 40 واحد. تخيل هاي الاعداد، وعلى قضايا كبيره. يعني كان في قضايا بالسنوات الاخيره زي قضيه العنف والجريمه، زي قضيه الارض والمسكن، يعني مصادره الاراضي، هدم البيوت، كان في قضايا اساسيه ممكن انت تجند الناس عليها، لكن لجنه المتابعه صار عندها تراجع كبير. يعني طيب هذا بسبب الانفصال عن المجتمع. في يعني نشل يعني نغرق يعني المستمعين والمشاهدين بالتفاصيل، بس يعني ممكن نلخص الموضوع بنقطتين او 3 اساسيات. النقطة الاولى هي انه في عندك سياسات طويلة من القمع الامني والضبط السياسي، ومن ناحية احتواء اقتصادي على مدار السنوات، ماشي، هذا عمليا خفض السقف تبعي الداخل. شفنا معالمه باكثر من شغله، خفض السقف السياسي تبعي الداخل وتبعي الاحزاب. شفنا معالمه، طبعا لما بقول الاحزاب بقصد برضه المؤسسات، بقصد برضه مؤسسات حقوق الانسان، الجمعيات الى اخره. لكن صار في خفض للسقف، شفنا معالمه بالاساس لما تم حظر الحركه الاسلاميه ب 2015، وعمليا كانت رده الفعل ضعيفه جدا. عمليا يتم اخراج مكون اساسي من الداخل عن القانون، او وقد يكون التيار المركزي والتيار الابرز بوقتها بدون رده فعل جديه. وشفنا معالمه بتشكيل القائمه المشتركه، اللي هي عمليا هي كانت واحده من الضربات الاساسيه للعمل السياسي بالداخل، وانه خفض السقف السياسي تبعيه، وانه صار السقف السياسي هو سقف مدني، سقف بس بتعامل مع الحقوق والأمور اليومية والإنجازات المدنية. وتم يعني تم خفض السقف السياسي لدرجة إنه أنت يعني التعامل مع القضايا المدنية تم تحويله اللي هو القضية الأساسية. وهذا يعني وهذا بالضرورة 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 بحولنا للوضع اللي احنا موجودين فيه اليوم، خاصة إذا جيت طلعت لشو صار على المجتمع ككل. يعني المجتمع ككل، الدائرة الأوسع للمجتمع، الدائرة الأضيق اللي هي الأحزاب والمؤسسات والكوادر تبعيتها والناس اللي حواليها والناس اللي بتحاول تكون فاعلة بالمجتمع، بتشوف إنه هذا المجتمع الفلسطيني بالداخل تم إغراقه. إغراقه بإيش؟ أول شيء إغراقه
بالجريمة المنظمة والجريمة، تم إغراقه بالاستهلاك اللي تغلغل بشكل غير مسبوق بالداخل، إن كان رحلات، إن كان أنماط أعراس جديدة غير مسبوقة، إن كان ديون ربوية للبنوك ولا منظمات الجريمة. فعمليا صار في إغراق كبير للمجتمع، عمليا إشغاله بأمور مادية. وبنفس الوقت يعني أنت من ناحية تسلب من الناس المعاني تبعيتهم القضية، أنت بالنهاية ما هو بالآخر مثلنا يعني بالآخر الناس، أنت لما بدك تتعامل أنت ليش عايش؟ سؤال الناس يعني أي إنسان لما أنت تأخذ منه الأشياء الأساسية اللي هو عايش عشانها، وبعدين تيجي تعطيه القشور، تيجي تعطيه الأمور المادية، فشو بده ينتج عن هاي الحالة؟ وعمليا صار أمور زي التعليم، زي السفر، زي كيف حكيت لك الأشياء اللي هي كمان مرة اللي هي أجت وبشكل ممنهج على حساب قيم الدين والقضية والوطنية وإلى آخره، بشكل ممنهج انعملت هاي القضية. وردة الفعل كانت أقل، مش بس أقل عند الأحزاب، قسم طبعا إحنا بنحكيش هنا عن الناس اللي يعني كل الحكي اللي قلناه ما بيتعامل مع الناس اللي هم من الأساس صنفوا حالهم بإطار المشروع الصهيوني. يعني ناس يعني وهي موجودين بكل مكان في العالم، زي ما في محمود عباس بالضفة، في منصور عباس عندنا، يعني مش هالفرق الكبير، لا هاي ناس عادي انها تكون موجودة. لا انا بحكي الناس اللي ماخذة، بحكي عن الناس اللي ماخذة موضوع الدين جد، اللي ماخذة موضوع القضية جد، ماشي، هاي الناس هي الناس اللي ما انتبهتش وما تصرفتش بشكل يليق بالقضية تبعيتنا. الأسباب اللي هذا النقاش وصلنا كل هاي الحالة اللي بنوصفها، والابتعاد عن الكوادر، الابتعاد عن الناس، عمليا عدم وجود تنظيم للناس، وعمليا انه بقت الحالة هي حالة مجموعة من القيادات مقابل ناس اللي هم بعيد عنهم، ما في بيتواصل بينهم. هاي الحالة هي وصلتنا، العنوان بجوز تبعيها وتبعي هاي المرحلة للأسف هو الموقف المخزي اللي صار بما يتعلق بتحرير الأسيرات، إنه أنت صف عندك في ناس هون، قيادات، مؤسسات حقوق إنسان كانت تعتبر محترمة، أجت رفضت الحرية. إحنا هاي سابقة، يعني أنت بشكل عام يعني أنت كنت تفهم أوكي إحنا يا عمي بدناش شوي شوي هدوا، إحنا مش جاهزين، الناس مش جاهزين، مع إنه كمان مرة هذا موضوع الناس ممكن نوقف عليه يعني كمان بالأسئلة، إنه شو وين الناس موجودة وين الأحزاب موجودة، لأنه دائما في تعرف دائما في بتحدد الناس مش جاهزة، الناس مش جاهزة، الناس مش موجودين، مش جاهزين لإشي. صفى عندنا إنه لا، إنه لا، في ناس تشربت الذل والهوان، وأنا بحكيش عن الناس نفسهم، أنا بحكي عن مؤسسات وبحكي عن أحزاب اللي لما في ناس بدها تطلع من السجن أجت قالت لا احنا بدنا العبودية، احنا بدنا الناس تضل بالسجن، طبعا بحجج واهية، بحجج قانونية واهية، وفعلا لو انه الحجج اصلا قانونية كان ممكن الحكي على 10 اسيرات كان ممكن يرتفع تلفون لاهل ال10 الاسيرات وينشرح لهم الموضوع القانوني، بس لا، طلعت بيانات نرفض ان تكون الاسيرات جزء من الصفقة. مش بس طلع شو الكلمات اللي استعملوها، الزج باسماء الاسيرات، كأنه يعني في نوع من المؤامرة على الداخل من قبل يعني من قبل فلسطينية الضفة وفلسطينية غزة. طيب وئام، انا عشان الخص هاي النقطة، انت بتقول انه في عندنا بالداخل تنظيمات احزاب ومؤسسات الناس المفروض تنتظم تحتها، لكن جرى من خلال مجموعة من السياسات على مدار السنوات السابقة جرى تقزيم هاي الادوار وجرى تفكيكها وجرى اضعافها، وبالتالي لما اضعفت هاي البنى والمؤسسات والاحزاب كمان جرى اضعاف المجتمع وإشغاله بقضايا زي العنف، قضايا زي المهنة، الاستهلاك وخلاف ذلك. طبعا طيب السؤال هنا بصفي، طيب ما هو هذا تقريبا ممكن ينطبق على مكان ثاني، مسألة إنه بيتم إشغال كمان الضفة بأشياء مثل هيك، الديون، الاستهلاك إلى آخره. هل في شيء كمان متعلق بالإرادة السياسية عند هاي الأحزاب والمؤسسات؟ بمعنى هل كمان
أساس مش طوال الوقت نحكي في سياسات تعرضت لإلها الداخل، هل في كمان جزء من المسؤولية اللي ب ب ب اللي ممكن نحكي عنها لهاي الأحزاب إنها حشرت حالها في الزاوية، إنها حطت حالها طبعا تحت سقف الكنيست وفقط؟ طبعا، هو الشيء الاساسي هو اللي انت بتحكيه مثلا، هو الشيء. انا بصراحه انا ما بلومش الاحتلال على قد ما بلومنا احنا بشكل بصراحه. احنا ما ندخلش لنوايا الناس طبعا، بس الاحزاب بشكل واعي قامت بخفض سقف السياسي ودخلت لمكان مريح، يعني مكان مريح سياسيا وتنظيميا. يعني مهم ندخل على الملاحظات هاي التنظيميه كمان. ملاحظات سياسيه مهمه، انه انت جيت حطيت السقف تبعيتك للكنيست. طيب سقف الكنيست، في ناس او الكنيست بيسمح لك عشان تقدر تدخل للكنيست، في لازم توقف بشروط معينه. كانت هاي الشروط اوسع بالتسعينات، بلشت الشروط تضيق تضيق تضيق، وانت شو عملت؟ بلشت تضيق يعني تخفض خطابك بناء على التخفيض تبعي هاي الشروط، شروط الدخول للكنيسة. فانت عمليا صفيت احزاب اللي بتشارك باطار اللي الكنيسة بتفرضه عليك. طيب هذا موضوع الكنيسة. بالمواضيع التنظيميه اللي هي لها علاقه برضه بالسياسه، يعني مش لازم دائما، مش لازم نفصل، هو الموضوع نفسه السياسي هو نفسه التنظيمي. لا، انت شفت انه في ناس ارتاحت على حاله معينه من العمل، ارتاحت على انه ما بتنظم بشكل فاعل التظاهرات، ما بتنظم المجتمع زي ما لازم، ما بتنظم نقاباته، ما بتنظم لجانه، ما بتنظم لجانه الشعبيه. عمليا صار في شغله مريحه برضه كمان مره مع القائم المشترك، انه الاحزاب مش بحاجه تتنافس، فصفى انه الجميع القائم المشترك بالضروره راح تفوز ورح تدخل الكنيسة، ففيش حاجة نشتغل. هاي واحدة من الشغلات اللي صارت. بس طبعا العنوان الكبير تبعي الموضوع انه مريح لإلك اللعبة السابقة اللي هم كانوا معطينك اياها. اللعبة السابقة اللي هي ايش؟ قول عن حالك فلسطيني، اطلق تصريحات اللي هي تصريحات عادية، تصريحات اللي هي ما بتوجع حتى نقول الآخر، وبتظهرك بمظهر حضاري، وكون انك فلسطيني، الفلسطيني تبعي الكوفيه، الفلسطيني تبعي الزعتر، هاي ما عندنا مشكله معها. تقدر تقول قد ما بدك انك انت فلسطيني اذا الموضوع تم اختصاره بالزعتر وبالعكوب بهاي الامور اللي هي بالامور التراثيه، يعني بدون تقليل من شأنها يعني. بس اختصار الموضوع هون هي كانت هي المشكله تبعي طبعا، لانه اريح للناس. وهون في جانب انك انت، طيب انت قياده شعب بالاخر، وانت بتكون، انت كنت دائما تقول عن حالك انك انت جزء من هاي القضيه، انك انت جزء من العالم العربي، من الامه الاسلاميه. هذا الموضوع كان دائما ينحكى معه شغله كثير اساسيه، اللي هي بجزء المفتاح تبعي تخفيض السقفات، اللي هو في للداخل الخصوصيه. وهي يمكن اكبر كذبه انتشرت وكذبه مجمع عليها على فكره. هو اكيد في للداخل الخصوصيه، بس لكل محل في خصوصيه بالاخر. للضفه في خصوصيه، ولغزه في خصوصيه، وللفلسطينيين اللي بلبنان في خصوصيه، للفلسطينيين بكل العالم في خصوصيه. السؤال مش عندك خصوصيه ولا لا، السؤال كيف انت بتتعامل معها. السؤال كيف انت تتحدى هاي الخصوصيه عشان انا اصير شعب واحد، عشان انا ما بقبل. ما هو الخصوصيه هاي مين خلقها؟ ما هي الخصوصيه مين اللي خلقها؟ هو الاحتلال. هو اللي اجى كان اللي بتضف غير عن الداخل، مش انت وياه شعب واحد، بس هو اللي بالحدود اللي خلقها وبانماط الحياه المختلفه اللي خلقها، هو اللي خلق هذا الشيء، فانت واجبك تتحداه. لما فبدل ما تصير الخصوصيه، انا بفهم خصوصيتي وعندي سياسات مختلفه وانا موجود بين المطرقه والسندان وكل هاي الامور اللي بتنحكى وهي امور مضبوطه، بس السؤال هو انت وظيفتك كقائد سياسي مش تحلل. وظيفتك كقائد سياسي انك تواجه هاي المنظومه اللي انت قاعد بتنتقدها. هاي الشغله اللي هاي الشغله الاساسيه، وانقمعت. وفي ناس حاولت وانقمعت، عشان يعني كمان يعني في قيادات باحزاب حاولت وانقمعت انها تغير هذا الموضوع، ويعني ولازم هاي الشغلات تنحط على الطاوله. كمان مره، احنا الاهم انه مش المزاوده، لا احنا نلتمس الاعذار للناس وما بنزاود عليهم، وبدنا اللي بنحكيه هون لا هو محاوله للاستفاقة
من تفهم الوضع الحالي، ولا الفهم للاستفاقة من الوضع الحالي. جميل جدا. في شيء بدك تكمل عليه فكرة ولا نفتح باب الأسئلة؟ ممكن نفتح باب الأسئلة. طيب شكرا جزيلا يا وئام، يعطيك ألف عافية. ناخذ أسئلة. طيب في سؤال وئام، إذا بتحب تكتب، يلا. في سؤال: شو صار بكوادر الحركة الإسلامية بعد ما تم حظرها؟ هل ابتكروا أدوات أو طرق أخرى للعمل، ولا كيف إيش اللي صار بالضبط؟ السؤال الآخر هو حول مسألة الجريمة، هل صار في انخفاض لمعدلات الجريمة على أثر الحرب؟ وفي سؤال آخر عن إيش، عن أداة الإضراب، يعني هي من الأدوات اللي كانت فاعلة، خلينا نقول، في سياق الداخل، فليش هذا النوع من الأدوات بطلنا نشوفه فعال أو شغال؟ تفضل يا عم. يلا. ايش السؤال الاخير مثلا؟ معلش. عن أداة الإضراب كباحث أنت، ليش أداة الإضراب بطلنا نشوفها في سياق الداخل تحديدا، إنه كان الداخل بيشتهر فيها يعني في وقت من الأوقات. وشفت انه في كمان سؤال كافراد، انه شو اللي ممكن نعمله؟ بينات عندك كأفراد، شو آلية العمل، النضال اللي ممكن نقدمه لقضية، سؤال ما العمل؟ طيب، عندنا يعني 4 أسئلة. طيب، بالنسبة لمسألة الجريمة، صار في انخفاض خلال الفترة الأخيرة بموضوع الجريمة. الانخفاض صار بالفترة الأولى، يعني بالشهر الأول، أو حتى نكون لحد الهدنة، يعني ممكن نأرخ له من الهدنة وقبل الهدنة. لحد الهدنة صار انخفاض ملحوظ بأعداد القتلى، انخفاض كثير كبير. يعني التفسير الأساسي اللي ممكن نعطيه له هو إنه أول إشي إنه بتعرف كمان أعضاء منظمات الجريمة هم يعني ناس، عادة المجرمين يعني أو اللي موجودين بهاي المنظمات هم ناس، فلما يصير في حدث جنبك بتقعد بتتأمله أو بيأثر عليك، فيعني كل الناس وقف شغلها، فهي الناس تتعامل مع الموضوع كشغل فوقف الشغل. بس بجوز المسألة الأساسية هي إنه صار في حالة أمنية رهيبة بالداخل بالشهر الأول واللي هي حكينا عنها. يعني أنت بتطلع من بلدك، أنا مثلا من الطيبة، لما أطلع من البلد بتفتش على مدخل البلد عشان أوصل مكان الشغل. إذا مكان الشغل اللي هو بعيد عني بجوز ربع ساعة بالحالة العادية، ثلث ساعة بالحالة العادية، ممكن ألاقي 3 4 حواجز، يعني بين الطيبة مثلا ويافا ممكن تلاقي بالطريق 3 4 حواجز بالراحة. فمثلا كلت كثير حوادث اطلاق النار بالجبل، اللي هي التدرب مثلا على التدرب على السلاح او تجريب السلاح. كلت حد، يعني انت مش راح تخلي معك سلاح بالسياره مثلا. وهي بدنا ننتبه ان منظمات الجريمه يعني هاي ناس عايشه الموضوع كل يوم، هذا هو موضوع شغلها، هاي حياتها. فهم انتبهوا انه لا، صار في ضبط امني للموضوع. هاي بس بالمناسبة برضه بفرجي انه قديش الشرطة بالايام العادية بتكون غير معنية انها تضبط الموضوع، انه يعني عندها ادوات، لو بدها بكون عندها ادوات. بس واضح انه ما فيش ارادة سياسية، هاي اللي دائما كنا نقوله، يعني انه ما في ارادة عند الشرطة، انه بالعكس هي بتستخدم منظمات الجريمة، وقسم منهم بيتعاملوا اصلا مع الشباك، وبيتعاملوا مع الشرطة ومع مؤسسات الدولة. لكن الفارق هون انه انا على فكره صارت بالنقب، كان في حديث عن شجار اللي صار بين شباب، لما اجت الشرطه قتلت شابين، يعني قتلت شابين. لما سالوا الشرطه ليش، قالوا انه شكينا فيهم انه من حماس، مع انه اهاليهم بيقولوا اصلا ما كانش معهم سلاح. فصار في جو انه حمل السلاح بهاي الفتره هو موضوع امني، حتى لو انه هو بشكل عام لا يتم التعامل مع حمل السلاح كأنه موضوع أمني بالداخل، إلا إذا ضغط على يهودي، حتى لو يهودي جنائي. يعني حتى لو يهودي اللي هو بمنظمة جنائية يهودية، لا، بيتم التعامل بجدية
مع اطلاق النار مثلا بكفار سابع او بالطيبه، لا كفار سابع يتم التعاون بشكل جدي. حتى باللد مثلا، اذا اطلقت النار بحاره اللي هي عربيه، الحاره الشارع اللي جنبه اذا كان شارع يهود لا بيهتموا اكثر على باطلاق النار بالشارع اللي جنبه. نعم. فهي الشغله، هاي الشغله بالنسبه للجريمه. موضوع شو صار باعضاء الحركه الاسلاميه، الصراحه الحركه الاسلاميه اللي حاولت تعمله مع الحظر، انه حاولت تلتف عليه. يعني المؤسسه اللي انحظرت حاولت تقيم مؤسسه باسم ثاني، هذا كان طبعا اجتهاد، يعني الله يجزيهم بالخير، يعني من الاخر اجتهدوا هم بهذا الموضوع، تم حظر المؤسسات الثانيه. يعني اذا انت نزلت مؤسسه باسم معين عكس المؤسسه الثانيه تم حظره. بس ما صار مواجهه للموضوع، يعني ما اخذ الموضوع كمان خطوه لقدام غير الخطوات اللي هي محاولات الالتفاف. يعني ما شفناش ولا محاوله للالتفاف، لرصد التفاف من المجتمع العربي بشكل عام، الاحزاب الثانيه، انه تعالوا يا عمي عندنا وقفات، عندنا احتجاجات، عندنا كذا. يعني ما صارش تقريبا ولا حاله، حسب ما بعرف، ما صارش حالات اللي هي لوائح اتهام مثلا، او انه محاولات اللي هي عن جد للحظر، يعني لفك الحظر، يعني محاوله انه لا، انه الحظر ما بمر هيك، ما بتحضرونه وبمر الموضوع بسلام. الان بالنسبه لسؤال ما العمل، ويمكن منيح ندمجه مع سؤال الاضراب. شوف، سؤال ما العمل فيه الجانب الفردي وفيه فيه الجانب الجماعي. الجانب الفردي، انه بالنهايه انت اول شيء هم استخدموا معنا شغلتين، يعني اللي متابع معنا من بدايه المداخله استخدموا ضدنا شغلتين. الشغله الاولى هي الترهيب، الشغله الثانيه هي الموضوع الاقتصادي. بالنسبه لموضوع الترهيب، انت مهم اليوم تجهز حالك، تشحذ حالك نفسيا وايمانيا للمره الجايه اللي راح يرهبوك فيها، لهي المره ولا المره الجايه، انك انت تكون جاهز وتتعامل مع تتعامل مع موضوع الشحذ الايماني، تتعامل معه بجديه. كل موضوع انك انت اصلا ليش عايش؟ ذكر حالك لما بتقرا قران بتاخذ الموضوع بجد. شو يعني ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم؟ شو يعني كل الايات اللي من اي ختمه للقران بتقراها بتشوف انه كم التثبيت للمؤمنين وكم التذكير بالمعنى تبعي هاي الحياه. وبليش انت موجود؟ ليش انت اصلا موجود على الكره الارضيه؟ شو هاي الاشياء اللي بتصير، اهميه انك انت تكون جاهز للابتلاء وتكون جاهز للامتحان، وما تقلق من موضوع انك يعني يكون في حاجه انك انت تضحي بوقتك او تضحي بانه اذا طلعت مظاهره رفعت شعار يجوا ياخذوك على ليومين مثلا يفوتوك بالسجن علشان انك رفعت شعار. هذا موضوع يعني ما نستهين فيه، لانه بصلب الايمان، بصلب الابتلاء تبعي الانسان. يعني الايات زاخره فيها، ما حسبتم ان تدخلوا الجنه، كل الايات اللي هي بتركز على الموضوع انك انت راح تبتلى، والسؤال هو كيف بتوقف بهذا الابتلاء. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه اللي هو الموضوع الاقتصادي، انه احنا موجودين اليوم، وهاي يمكن الناس كمان من الضفه والعالم العربي يشوفوها مشابهه، انك انت موجود بنوع من العبوديه. انت موجود ب مثلا موجود النقطة مثلا موجود آه موجود، تذكرت سمعني. النقطة الثانية، انه انت اللي ممكن تكون كيف حكينا مناسبة كمان للعالم العربي وللضفة ولكل مكان، انك انت اليوم موجود بنظام عالمي بيستعبد الناس اقتصاديا، على جوانب اخرى كمان بس بيستعبد اقتصاديا. وكيف حكينا انت اليوم الخاصره الرخوه تبعيتك، الخاصره الضعيفه تبعيتك هو التعليم والاقتصاد اللي هم ماسكين الناس منه بالداخل وبمحلات ثانيه كيف حكينا بالعالم. فهذا الموضوع قيمته جدا كبيره. وكمان مره بذكر انه مش مزاوده، بذكر انه هاي امور واقعه بمكان اللي هو تزكيه النفس وتحرير النفس.
يعني مش صدفة انه بالمرحلة المكية، بس يعني اللي بيقرأ السيرة النبوية، مش صدفة انه بالمرحلة المكية هي المرحلة اللي كان التركيز فيها عالي على اعتاق الرقاب، اعتاق الرقاب من العبودية. انت بتحكي ابو بكر، سيدنا ابو بكر كان مركز باعتاق الرقاب والمسلمين مش موصلين 10. فالناس هذا موضوع جدا مهم، لانه انت لما تتحرر، تحرر نفسك، والادله والحث على هذا الموضوع كبير كبير بالقران، منها بسوره البلد اللي تم تشبيه اقتحام العقبه بفك الرقبه. انه انت فهنا كل واحد فينا لازم ياخذ يفكر بنفسه. انا اليوم مثلا، عشان نعطي مثال عملي، انا اليوم بشتغل بشركه هاي تك، انا لازم افكر كيف افتح المشروع تبعي، عشان انا لما اجي بدي امارس ديني او بدي اجي اخذ موقف بقضيتي، ما اكون هذا الموقف مرتبط مرتهن بالمشغل تبعي. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه، انا اليوم طبيب، طيب انا اليوم عندي امكانيه اقيم عياده ببلد عربيه، ابادر لمستشفى. ممكن بالبدايه يكون صعب الموضوع، اكيد راح يكون صعب، ولكن وهذا بنكلنا على الجانب الجماعي، يعني نسأل بشكل فردي، بس طبعا احنا مش بس افراد، احنا كمان افراد وكمان جماعات. المجتمع تبعينا، الوضع اللي احنا واصلين فيه اليوم، وكيف حكينا بالشرح، هم وصلونا لوضع انه على المستوى الاحزاب، على مستوى المؤسسات، على مستوى العائله، على مستويات كثيره، تم تفكيك المجتمع الفلسطيني بالداخل. بدنا ننطلق من هاي الفكره، بدنا ننطلق من هذا المكان، احنا مجتمع مفكك. على ايش مفكك؟ مستوى التنظيمات، مستوى المؤسسات اللي هي سموها الجماعات الوسيطه، بس اللي هي عمليا الضمان لكل مجتمع انه يستمر. فهاي بده يصير اعاده بناء لها. ما عنديش صيغه هسه لكل شيء، بس عندك ميوت مثنى. بس مثلا اذا نيجي بناخذ موضوع النقابات، يعني انت عندك اليوم قطاع كبير صيادله، عندك قطاع كبير عربي، قطاع كبير اطباء، قطاع كبير بيشتغلوا بمجال البناء، في قطاعات. كان انت بتعرف مثلا اذا شفريت السيارات الكبيره، اذا بوقفوا على العمل، هذا القطاع معتمد تقريبا تماما او بشكل كثير كبير على العرب. وفيش نقابات خاصة بالفلسطينيين؟ ما في نقابات، ما في نقابات خاصه بالفلسطينيين، لا ما فيش. فهاي الامور على موضوع وحكينا. توقيف العمل، هنا ممكن تحكي لنا عن سؤال أداة الإضراب، يعني كيف ليه جرى تعطيلها؟ شو اللي صار؟ شوف، أداة الإضراب كانت بالسابق لها معنى، خاصة بعد إضراب يوم الأرض، اللي هو عمليا كان له مفعول، وكان أصلا فرض الإضراب بحد ذاته كانت مهم، كان عملية طويلة يعني وصعبة. لكن اللي صار بعدها مع السنين، تم امتهان يعني بصراحة هاي الأداة. يعني صار الإضراب هو عمليا يعلن عن الإضراب، وكيف حكينا إنه صفى فيه قيادات بدون كوادر وبدون شعب. فاللي صار يضرب هو عمليا المدارس والمصالح المحلية داخل البلدات العربية، وصار إضراب كل سنة وعلى كل مناسبة. فعمليا صارت أداة فولكلورية، وناس أهم ناس لازم يضربوا ما كانوش يضربوا، هم اللي بيشتغلوا بالمناطق الصناعية اليهودية، واللي بيشتغلوا بالمناطق الصناعية عند الصهاينة. فهاي الناس ما كانتش تضرب، ما كانش محاولة إنه يضربوا، لحد إضراب الكرامة ب 2021 اللي هو كان استثناء. كمان مرة نرجع لموضوع الاستثناءات ب 2021. 2021 كانت استثناء، لدرجة إنه القيادات بعد كل الحراك اللي صار ما جربتش أصلا تبني عليه. صار في ويمكن بسبب ضعف هاي المؤسسات والأحزاب كمان، إنه الحراك ما استمر في الداخل في سيف القدس، إنه ما طول، يعني ممكن، ولا ما له علاقة؟ هاي واحدة من الأسباب، إنه أصلاً بسيف القدس في 2021 الحراك واحد من أهم الأسباب، إنه ما كانوش نفس طويل. في النهاية كل حراك شعبي بدك مؤسسات تحمله. هذا اللي صار بالانتفاضة الأولى، هذا اللي صار بعدة أماكن، حتى بالثورات العربية. طبعا انت، بما انه احنا بهاي الجزئيه، في سؤال وردنا عن
أولا في حركات تشكلت بمعزل عن الأحزاب في الداخل، حركات بمعنى في تجارب مثلا حراك في أم الفحم كذا، هل في نوع من التجارب اللي كانت بمعزل عن الأحزاب؟ طبعا طبعا ليش طبعا هاي ما وعلى فكره تورطش يعني؟ في حركات شبابيه بام الفحم، صار في حراك الشباب اللي كان ضد مخطط برافر، في مجموعه كبيره من الحركات. يعني ممكن نيجي نفكر، يعني ندخل للعوامل اللي لها علاقه بهاي الحركات. وصار الحركات هاي هي عادة كانت تطلع على قضية معينة، زي الحراك اللي ضد برافر، زي الحراك الفحماوي الموحد. الطابع الأساسي تبعي الحركات هاي كان قضية، ولما تخلص القضية أو تخبط شوي، فما يصيرش يصير يعني كل الزخم الوهج تبعية، الزخم تبعية يخبط مع الحراك. يمكن في هذا الشيء له، يعني له موضوع، له مشكلتين اساسيات. يعني الشغله الاولى غياب الجانب الايديولوجي تبع الموضوع، انه هاي ناس خلاص متجمعه على قضيه واحده. لا، بالنهايه انت المؤسسات واي حراك بده يستمر، الشيء الجانب الاساسي تبعيه لازم يكون فيه الجانب الايماني والجانب الايديولوجي، لانه هذا واحد من اهم الضمانات تبعيه الاستمرار. في بعض الحركات اللي كانت كمان نخبويه، يعني نسميها نخبويه بس على مستوى المدن الكبيره، يعني المدن المختلطه بيافا وبحيفا، يعني فيها شيء نخبوي لانه مش متواصل كمان مع الناس. يعني كمان في شويه من نفس الامراض او المشاكل تبعيه الاحزاب، لانه انت هاي كمان مره احنا اليوم إذا بدنا نحكي عن أي شيء حسب رأيي مهم جدا إنه يبدأ يتشكل من تحت لفوق مش بالعكس. يعني يبدأ يتشكل من القواعد، يبدأ يتشكل إنه مجموعات من الناس بتتجمع وبتبدأ تبني بالقاعدة. لأنه بفهم حدا يقول إنه أوكي بدنا نغير القيادات الأحزاب، بدنا نغير قيادات المؤسسات، بس ماشي منيح أوكي، شو بدك تسوي مع الوضع الأساسي اللي هو الأهم؟ الوضع يعني انت بدك كمان، انت يعني حدا بده يبدل قائد الحزب، نفرض اليوم في شاب متحمس او شاب بده يقود حزب معين. طب ما انت بدك تدخل على هذا الحزب وما يكونش فيه كوادر، ما يكونش فيه عندك، ما يكونش فيه حاله او مؤسسه معينه. انا بحكيش بس على الاحزاب، يعني الحركات بشكل عام. اوكي طيب فطبيعه ناخذ هاي الحركات ما كانتش تاسيسيه، هاي المشكله الاساسيه، ما كان فيها هاي الصفات الاساسيه اللي انت بتقدر على اساسها تبني احزاب وحركات اللي هي تستمر. هي اصلا خلقت على قضيه معينه وانتهت معها، بنقدر نقول. تمام. طيب ناخذ سؤال، تفضل يا سلوى. يعطيك العافية وئام على المحاضرة العظيمة والله. أنا عندي سؤال، يعني هو بسيط بس مش عارفة أنا مش كتير قادرة أفهمه. شو اللي صار مع الحركة الجنوبية الإسلامية؟ أنت بتحكي عن فكرة عقيدة، عن فكرة بناء، عن شكل خطاب، يعني الحركات ممكن يكون هيك. أنا يعني ما عندي صراحة خبرة، بس شو اللي صار وخلى هيك حركة انسخت للي صار اليوم بمنصور عباس؟ يعني بدي أحاول أفهم، أو مفيد نحاول نفهم شو اللي صار ضمن خطاب إسلامي إنه يعني ينزلق هذا الانزلاق. يعطيك ألف عافية. طيب تفضل يا وئام، ما طيب إيش بسيط. بخصوص الحركة الإسلامية الجنوبية، هو بصراحة موضوع محزن، لكنه بتخيل إنه ظاهرة مشابهة صارت مع عدة حركات إسلامية بالعالم العربي. طبعا اللي صار هون انزلاق تام، يعني وهو بالأساس بيتمثل بشخص منصور عباس. يعني مهم كمان للإنصاف نقول إنه في، أو أنا معظم كوادر الحركة الإسلامية الجنوبية اللي بعرفهم هم غير موافقين على هذا الخطاب، ماشي؟ يعني هاي كمان للإنصاف. طبعا في مشكلة إنه ساكتين، في مشكلة إنه ما بيطلعش هذا الخطاب لبرا، لأنه كمان هم رح يسألوا على هذا الموضوع. ولكن هاي النقطة الأولى. لكن اللي صار مع قسم كبير من الحركات الإسلامية،
اللي بجوز قسم منها يعني مقرب، قسم منها او مقرب من تيار الاخوان المسلمين، ومش كل الاخوان المسلمين كمان مره نقول قسم من الاخوان المسلمين، انه في صارت نزعه لانه احنا عدم ثقه بالدين، عدم ثقه بال عدم ثقه بهذا المشروع. هاي الهزه اللي صارت مع سقوط هاتا نقول الخلافه العثمانيه، اللي صارت بالمسلمين انه اجوا بلشوا يسالوا، بدل ما يسالوا شو اسباب الهزيمه الحقيقيه تبعيتنا، اجوا قالوا تعالوا تنشوف شو المنظومات اللي نجحت عند الغرب ونجيبها عنا. فجينا تبنينا مجموعه كبيره من الافكار، هاي واحد. واللي في ناس راحت فيها للاخر، يعني في ناس خلاص اخذت راحت فيها للاخر، فادى هذا التدهور عندها. يعني شوفوا مثلا الحركه الاخوه بالمغرب، لما صار موضوع التطبيع وسكتوا عنه، مش ما سكتوا عنه، يعني كانوا موجودين بإطار، مباشرة اتعاقبوا يوم غير موجودين. نفس الشيء النهضة كمان، لما النهضة بتونس لما تماشت مع موضوع التطبيع اللي صار، كمان مباشرة عوقبوا. بتخيل في شيء مشابه، يعني هذا بتخيل انه نمط من نوع من انه انا بحاول اعجب الاخر، بحاول اغير بالسلوك تبعي. وفي نوع من فهلوه معينه، يعني اذا بتيجي بتشوف منصور عباس، في نوع من فهلوه معينه، في نوع من انه انا اللي بعرف وانا اللي كذا، وعدم توفيق، والله اعلم، يعني عدم توفيق يعني للصواب. يعني وموضوع محزن الصراحه، وموضوع هو يعني عشان الواحد يستقر على الصح، الواحد مهم ينتبه على حاله. يعني كل واحد فينا لازم يبقى عارف انه باللحظه اللي هو ممكن يتراجع عن مبادئه، باللحظه اللي ممكن يتراجع عن القيم الاساسيه اللي تربى عليها، وباللحظه اللي بده يتراجع عن دينه وقضيته، يكون عارف انه ممكن ربنا بسرعه يخزيه، ممكن ربنا بسرعة يستبدلنا. وهي بجوز هي النقطة الأساسية يعني اللي الواحد مهم يفكر فيها بموضوع التضامن، موضوع التضامن مع غزة. إنك أنت إذا عملت أي شيء، نزلت بمظاهرة أو كتبت عن أطفال غزة، أو عملت أي شيء أو أي شغلة معينة أنت سويتها، قدمتها بسيطة جدا لأطفال غزة وللناس اللي تحت القصف، انت عامل هذا الاشي عشانك قبل اي اشي ثاني، انت عامل هذا الاشي عشانك مش عشانه، عشان انت بالاخر تنجو. وهذا هو الموضوع، وهي هي نوع ال... هي نوع القيم اللي احنا لازم نرجعها، والناس تشتغل عليها. والله اعلم، يعني الواحد بدوش يعني يفتي للناس شو يسووا، بس وخساره ما فيش ناس بتطلع بتقول هذا الخراف. يعني انا جدا متفاجئ الصراحه، ولو في ناس بتطلع تقول هذا الخراف ما طلعتش انا اقوله، يعني بكل صراحه. فكرة نوعاً. يعطيك ألف عافية. إحنا هيك ما عندنا أسئلة، فإذا ببالك فكرة أخيرة ممكن نسيتها تعلق عليها. عارف صراحة. انت ما طيب. عندك مثلا، انت ادرى مني. لا تمام، هيك أظن غطينا إن شاء الله الموضوع بالعموم. شكرا لك يا وئام، شكرا على وقتك، شكرا على المداخلة القيمة والمفيدة، يعطيك ألف عافية، وشكرا على كل اللي أجوا على الندوة. شكرا، يعطيك ألف عافية. السلام.